واو، وأخيرا لقيت الدايموند بعد تعب وبحث طويل. الظاهر فيه كمية كبيرة، خلينا نكفي بحث. أهو الكمية كبيرة مبينين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد للعبة ماينكرافت. اليوم حنقب عن الدايموند أو الألماس. خلينا نشوف بس بيتي قبل وفرجيكم السكين الجديد اللي معي. خلينا ندخل للبيت. هيدا الطابق الأول. خلينا نطلع على الطابق التاني اللي فيه الأسرة. أهلا بالمعلم، نايم بسبع نوم. هيدا تختي، خلينا ننام ليطلع الصبح بكير حتى تخف الوحوش وفينا ننقب براحتنا أكتر. أحوفق المعلم، يلا باي. هلا خلينا نروح. أول شي بدنا نشيل الأغراض اللي بنحتاجهم. بدنا 64 قطعة بلوك وسيف ومجرفة وحفارة ودلو مي، وبدنا 15 جولدن أبل ونايت فيجن، وهولي احتياط إذا جانا حتى على الطريق. هلا خلينا نتوجه على الجبل. كنت ملاقى كهف قريب. وهيدا بيتي من برا. وهلا خلينا نسرع الفيديو شوي بس لأنه بعيد شوي وحنوصل. هلا بنتسلى وهيدا هو. ها هون الكهف. أول شي خلينا نستعمل النايت فيجن أو الرؤية الليلية. أوه نحاس، الظهر بدايتها خير. هيدي خلينا نشيل البلوكات كلهم. هون في حفرة، بدنا نبلش حفر بس ما نبلش بشكل عمودي دغري. بركي طلع لنا لافا تحتنا بصير نموت ونرجع نرس بمرتين. خلينا نشيل هول البلوك. اوه كرايبر، منيح ما لحق يفجر. اوه هي مادة جديدة، هيدي اول مرة بشوفها. في منا كمية، خلينا نشيلهم. ده الظهر في كهف في كل شي. اوه هذا كهف هون. هذا من ميل تاني بس احكو كرايبر تاني. خليها نهرب بسرعة. هذا نحاس كمان. هذا الكهف في كتير معادن. انا بقول بس هيدي خلينا نحفر بلوك هون وبلوك هون. في شي هونيك. اي جولد، حلو. هذا الكهف في اشي كتير. خلينا نشوف قد ايه عددهم. نحفر حواليهم. كمية لا بأس فيها، منيحة. في فحم كمان، فحم حجري. في عدد منيح الظاهر. خلينا نشيل الفحم. خلينا نشيل اللي حواليه كله قبل، بعدها بشيله. أنا هيك متعود. هلا منبلش. وفي كمية منيحة. كأنه وصلنا على كهف تاني. في كهف بس خلينا نشيل الجولد قبل كلهم البلوكات، بعد ما نروح على الكهف لنشوف. هون في فحم. بدي شيل كل شي بس انا مهمتي الاساسية الاقي دايموند اهم شي.
الظاهر في زومبي هون، كهف زومبي. هيدي مادة جديدة كمان، ما بعرفها، أول مرة بشوفها. خلينا نشيل البلوكات الأربعة، وهي بلوكة كمان. خلينا ناكل جولدن أبل، نزيد الطاقة. خلينا نتذكر وين الكهف قبل. هات نزلنا من هون نحن، نحط بلوكات. خلينا نطلع. هلا بدنا نكفي نبحث، وكنا وقعنا تحت. خلينا نكفي حفر. وقت اللي بتلاقي هاي البلوكات شكلها غير، ممكن تلاقي احتمال كبير للجولد قريب او الدايموند. في هاي بلوك شكلها غريب كمان. لا خلينا نكفي حفر لنشوف. هاي وحدة، وصلنا للديرت. خلينا نشوف من هون شو في. هاي بلوكة كمان. نكفي حفر بشكل عشوائي. إلا ما نلاقي، مفعول نايت فيجن حيخلص. نرجع نكب مرة تانية حتى يرجع يشتغل الوضع الليلي. وهون وصلنا على كمية ديرت كبيرة. لازم نوصل على شي. خلينا نكفي حفر أحسن. هون ما في شي، لان انه بعتقد الدايموند بيكون على بعد بعيد، غمق عميق بيكون. هول البلوكات شكله غير كمان، فحم. اكتر شي بيلتقى بلوكات الفحم الحجري. في كمية لا بأس بها. في معن حوس كمان، حوس ولا ايرون، بعتقد ايرون حديد. كفي ناخد البلوكات كله بيلزم. لا خلينا نكفي او نرجع نطلع، نرجع نحط بلوكات. وانا نحن اكلين جولدن ابل. نرجع نطلع. خلينا نشوف هالديرت، نحفر بشكل عشوائي. هلا خلينا نكفي من هون احسن. نرجع نطلع شوي لأنه تحت ما في شي. خلينا نكفي من هون أحسن. هي بلوكات شكلها غير، ممكن تلاقي. هي مادة،
هيدي بلوكات بس ما بعرف شو اسمها، جديد علي. هيدي اول عملية تنقيب ماينكرافت انا بعملها. هون سرعت المقطع حتى ما اطول عليكم، لانه دلات فترة عم بحفر ببحث عن الدايموند. هون لقيت ايرون، بلوكات ايرون، بعتقد لازم نلاقي بقى، صرنا قريبين. خلينا نشيل بلوكات الايرون. واخيرا لقينا دايموند، ان شاء الله يكون كتار بس بعد كل هالتعب. اوه في كمية منيحة. خليني اشيل بس حواليهم لنشوف قد ايه كمية الدايموند. واخيرا بعد تعب، هاي تلت نايت فيجن. واخيرا في كمية منيحة كمان، يعني بيلتحق التعب بعد هذا كله. اوه في بلوكات منيح. بعتقد شي 30 بلوكة. اذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والمتابعة، ولا تنسى الاشتراك بقناتي سامح جيمينج شانل. لا تنسى اللايك والمتابعة، واكتب لنا كومنت شو رأيك بعد كل هالتعب.